نيجي على دور المثال الثاني واللي هنتكلم فيه عن الدي جي اي فورنسيك تشالنج، واللي كان موجود في التشالنج بتاع تايبر تالنت هنلاقيه موجود هنا كده، ليفل هارد والبوينت 200 والنوع ديجيتال فورنسيك. ده كان اخر واحد انا حليته وكان ولسه لحد دلوقتي عامل شويه مشاكل مع الناس، فتعالوا نشوف ازاي نطبق الباش في حل حاجه زي دي. ده الفايل مديك فايل اسمه data.pickup، المفروض بشكل او اخر بداخله الفلاج، وانت تجيب الفلاج ده وتعمله سبميت تاخد البوينت. حاجه اخيره .pickup طبيعي افتحها زي الواير شارك واقول له data.pickup، جاب لي الباكتس دي. هبعد عن الارب خالص بعد ما ينتهي، شوف هنا هلاقي عندي دي السن، بعدين سن اك لتحت شويه، بعدين هلاقي الاك، دول الثري واي هاند تشيك بتوع التي سي بي، اشرحهم برضو في الجزئيه بتاعت الان ماب بس مش دلوقتي. المهم نشوف اول باكت بعديها على طول وهي دي، هلاقي فعلا في ديتا وكلام كده، هعمل لها فولو تي سي بي ستريم اشوف بتتكلم عن ايه. هلاقي عندي بوست ريكويست للسيرفر ده اللي اخره 133 على البورت ده، وده كان البيلود اللي الشخص ده بعته. لو نلاحظ هنلاقي كلام مش مفهوم حبتين واوله 0 اي واي كلام كده، فتعالوا ناخد نوت مثلا بجزء من الكلام ده، لو ده كوبي ونسجله عندنا. اجي ابص عليها بصه كده الاقي في الاخر ان الرد كان 404 نوت فاوند. اشوف الباكيت اللي بعديها بتقول ايه، هلاقي نفس الريكوست بالظبط لكن المره دي الزيرو ده بقى واحد. طيب اشوف اللي بعدها. طيب طبعا لسه بتحمل عشان البيلود ده حجمه كبير. الاقي اللي بعدها اتنين، معناه انه تقريبا السترينج ده كلهم بيتقسم بالشكل ده كده. تعال نشوف هو اخره هيكون ايه. نرجع تاني نشيل الفلتر ده اقول له انتر وانزل في الاخر خالص اشوف اخر باكت قبل الارب برضو بتتكلم عن ايه. قبل الفين هي دي الباكت، اعمل لها فولو هلاقي ان رقمها 100 وبعدين السترينج الصغير ده وبعدين 404 نوت فاوند نفس اللي فات بالظبط. فانا كده عندي سترينج متقسم ل 101 قطعه من اول 0 لحد 100 يبقى 101. تعال ناخد نوت بالحته الاخيره عشان تبقى معانا برضو هنا كده. غير كده انا ما يهمنيش الباقي كله مش شايفيني في حاجه، الاول محتاج اطلع الاستريم ده كله. طيب عندك اكتر من طريقه، الاولى انك تعمل حاجه زي كده فايل اكسبورت اتش تي سي بي وتطلع كل الفايلز انت شايفها دي، تعمل سيف اول لكن هتكون مسماه بشكل مش ظريف فخلينا نطلعها بحاجه اسهل شويه وهي التي سي بي دمب. لما اتفقنا في الفيديو اللي فات قلنا هنستخدم اتنين تولز عشان تتعامل مع السنيفنج، قلنا الواير شارك عشان هي جرافيكال يوزر انترفيس، والتي سي بي دمب للمواقف اللي انا ما بقدرش استخدم فيها حاجه جرافيكال يوزر انترفيس. لو انا مثلا كونكتد على فيكتيم ماشين باس اس اتش فانا مش هقدر ارن حاجه جرافيكال يوزر طبيعي، انا كلها هبقى معايا تيرمينال زي دي كده، فانا مش هقدر ارن واير شارك، فساعتها بستخدم حاجه زي تي سي بي دمب. عايز اتعامل برده مع سكريبت يكون الاوتبوت طالع لي على الشاشه هنا واوديه الانبوت لحاجه ثانيه واقدر اتعامل معاه واقص في الاوتبوت زي ما انا عاوز واستخرج المعلومات اللي انا عايزها، برده حاجه زي كده بستخدم اي تول بتعرض الاوتبوت على الشاشه زي تي سي بي دمب، ودي اللي هنستخدمها النهارده. كده عرفنا الفرق ما بين الاثنين على السريع. لو عملنا حاجه زي سودو تي سي بي دمب داش ار اتفقنا عشان اديله فايل داتا داش ان عشان ريزولف الدي ان اس داش اي سين الداش، هلاقي فعلا طلع لي الاوتبوت بالشكل ده كده. سيبه اما يخلص عشان اشوف الشكل العام اللي انا عايزه عامل ازاي. هطلع فوق شويه، فعلا البيلود ظاهر عندي لكن في حاجات انا مش حاببها زي التي سي بي هيدر اللي ظاهر ده والباكت دي، انا مش حابب انها تظهر معايا. انا محتاج بس البيلود من 0 لحد 100. من اول الخطوه دي في ألف طريقة إنك تحل التشالنج ده، الأولى إنك تعمل جريب داش في بالحاجات اللي أنت مش عايزها بما إن كده كده ستريم واحد. النقطة التانية إنك تعمل مثلا، تعالوا نعمل تيست بسيط نانو تيست دوت تكست، مش إحنا اتفقنا إن كل ستريم بيبدأ بكده بزيرو إيكوال أي حاجة بعدين واحد إيكوال أي كلام إن إيكوال كده، مش إحنا اتفقنا إن كل ستريم بادئ بكده لحد 100. ممكن تعمل تيست بسيط زي ده كده قدامك وتجرب عليه، نقول مثلا كات تيست دوت تكست، خلينا نضيف الاول برضو شويه حاجات احنا مش عايزينها زي دوت دوت مثلا علامه الزائد والسلاش نشوف كده. لو عملنا كات لتست دوت تكست تمام، في حاجات احنا عايزينها وحاجات مش عايزينها، انت لو بتعامل على ده انه بره حتى تي سي بي دمب احنا ممكن نطلع البيلود بس انا دلوقتي بتكلم بشكل عام. نعمل مثلا جريب داش في بالدوت، نعمل باك سلاش قبليها فعرض لي كل حاجه ما فيهاش الدوت، والدوت لما يكون في لاين واقول له داش في بيمسح اللاين كله. كذلك لو انا بجرب على حاجه مثلا زي عايز اجرب على زيرو هيجيب اللاين كله مش هيجيب الزيرو بس، واحنا متفقين على كده ده هنا وهنا. ممكن انا استخدم بقى الاكسبريشن في حاجه زي كده زي ايه، ان انا اقول له هات لي اي حاجه بتبدا بزيرو لحد 9 الارقام كلها
دوت اول. فعلا جاب لي كل الحاجات اللي بتبدا بارقام وبعديها اي حاجه بالشكل اللي انت عايزه وتقدر تطلع الاوتبوت ده. فخلينا نشوف ازاي نطلع الاستريم نفسه او البيلود باستخدام تي سي بي دمب. ممكن نروح على جوجل نسال اكستراكت تي سي بي دمب بيلود. هلا عندك اوبشنز كتيره، ممكن نشوف حاجه زي التوتوريال ده، ده بيشرح فيه تي سي بي دمب كلها. احنا عايزين كوماند على السريع، خلصنا الموضوع ده. هنا بيستخدم بايثون وسكابي، لا عايزين حاجه ابسط زي ده كده. هنا فعلا برضو فيه حاجه بسيطه، هنا ممكن تطلع البيلود اللي انا عايزه، ناخدها في النوت عندنا برضو. طب لازم نعدل عليها شويه، نرجع تاني لو هنا قلنا له sudo wireshark data هنلاحظ ان البيلود بتاعنا اتفقنا جاي على بورت 3000 من الاي بي ده. فاقول له بورت 3000 واقول له هنا قبلها sudo وحوش داش اي، اي ده عشان انترفيس، لا اقول له داش ار data.pcap، واضطر اعمل انستول للتي سي بي فلو، اقول له بالظبط كده اي بي تي انستول تي سي بي فلو، بس قبليها طبعا هعمل sudo. انا عملها انستول قبل كده انا بستخدمها، اخد الكلام ده احاول اشوف ايه اللي هيطلع لي استخدامه. فعلا لقيته مطلع لي البيلود هنا، ما عرضش اي تي سي بي هيدر، عرض بس البيلود. تمام، لحد دلوقتي احنا عملنا انجاز كويس. النقطه الجايه ايه بقى؟ النقطه الجايه ان اشيل اللي هو الكلام اللي مش لازمه زي ده، محتاج بس كل اللي بيبدا بارقام ويكمل. فنشوف ايه اللي ممكن نعمله. اعتقد لو حددنا له اكتر الباكت اللي احنا عايزينها ممكن تشتغل معانا. يعني اقول له ارجع تاني الاول شوف اللي انا عايز احدده بالظبط، ممكن اشوف فلتر يطلع لي البوست ريكويست بس، او اجيب مثلا الديستنيشن ده والبورت ده. حتى لو بصينا على الباكت من الاول هنا هلاقي ان الباكت اللي انا محتاجها اللي فيها البيلود مثلا زي دي السورس فيها اخره 132 والديستنيشن بورت معاها 3000. فانا هحاول ان اطلع الباكت دي بس، نعدل على هنا اشيل البورت 3000 وحدد له اكتر، اقول له سورس لاخره 132 اند ديستنيشن بورت 3000 واجرب واشوف هيديني ايه. لا فعلا كده ظبطها لي اكتر وبدا يجيب لي البيلودز بس الخاصه بالبوست ريكويست. طيب ايه الحاجه الثانيه عندي ان انا محتاج اشيل الكلام ده؟ ده كله هلاقيه متكرر في كل ريكويست. ممكن اعمل طريقه تقليديه جدا ان انا اقول له جريب داش في الكلام ده اصلا. تعال ناخده كده كوبي ونشوف ازاي ممكن نعمله. حطه هنا، ممكن اقول له سبلايم كده جريب داش في الكلام ده، مش لازم اكمله كله. يعني ممكن انا عندي ده ثابت وده ثابت ده ثابت ده ثابت وده ثابت وكمان، لكن اللينس بيتغير فممكن اقطع لحد هنا كفايه قوي واعمل كده. وعندي ده برضو ثابت، امسح الزياده دي احط هنا، اقفل كل حاجه انا بداتها. خلاص خلصت، ممكن اقول له تاني ريب داش في بس عشان احدد بدايه كل سطر، اقول له بايب واعمل كده. كده خلاص هيعمل جريب داش في البوست والكلام ده، جريب داش في الكلام ده، ويشيل لي الحاجات الزيادات اللي انا مش عايزها. اجرب تاني واضيف على ده شوف هيطلع ايه. فعلا شال لي كل الزيادات اللي انا مش محتاجها من السكريبت. كده محتاج اخر خطوه بس ان انا اشيل برضو النيو لاين لو في اي نيو لاين، وبعدين اطلع السترنج سليم. ده كانت الخطوه الثانيه ان انا عملت بايب هنا وريدايركت مثلا على الاوت واحد، عشان مش كل مره ياخد وقت وبيعرض لي على الشاشه. اجيب نفس الكلام ده وريدايركت على اوت واحد. يبقى ده اول تاسك نبدا نكمل من بعدين. خلص، شوف ستيب 2 محتاج اشيل فيها النيو لاين. عندي كوماند بسيط لو عملنا كات، احنا دلوقتي مالناش دعوه خلاص بالبيك اب فايل، لان انا دعوه بالاوت واحد اسمه تي ار داش دي، اعمل باك سلاش ان ده كده نيو لاين، هشيل لي كل النيو لاين من السترنج ده. نشوف كده هلاقي فعلا ما عادش في اي نيو لاين، بس الارقام النمبرز دي انا عارف ان هي زيادات وانا مش محتاجها. في حاجه بسيطه جدا ممكن تعمل فور لوب تعدي على الكلام ده بس تاخد وقت. في حاجه اسهل، فاكرين تيست لو جيت قلت له مثلا كات داش دي باليساوي داش اف 2، 1 هيكون الارقام و2 هيكون السترنج اللي انا عايزه. فعلا جاب لي السترنج اللي انا عايزه. فممكن قبل ما اشيل النيو لاين اعمل الحركه دي كات داش دي باليساوي داش اف 2، شوف ايه اللي ممكن يطلع لي.
فعلا طلع لي السترنج كامل. تعالوا نشوف بقى ايه السترنج ده بيقول ايه. نعمل ليس نشوف بدايته بتقول ايه. لو رحنا على حاجة زي سايبر شيف وده بروجكت في اكتر من حاجة الواحد ممكن يستخدمها بسهولة. ممكن انا احطه هنا واعمل مثلا علامة العصا السحرية دي. هل يكتشف لوحده قال له ان في يو ار ال ديكود عايز يعمله؟ قال له اضغط. خلاص عمل يو ار ال ديكود. هل هي فعلا شال الزيرو اي؟ شالها لي خالص من هنا. تمام انا كده عرفت ان في يو ار ال كود. طيب اخد الاوتبوت ده بقى كانبوت تاني نشوف برضو الكلام ده ما هو مش كلام منطقي. انا مش قادر افهم فيه ايه. بعد اليو ار ال ديكود لو اجرب مثلا حاجة زي بي اس 64 هلاقي انه عمل ديكود للكلام ده بيسك 64 ديكود وطلع لي كلمه بيلود كيرل براكت بالشكل ده كده. بعدين رجع لي تقريبا نفس السترنج اللي بادئ بيه. وبعدين نيو لاينز موجوده هنا مكمل برضو. طب لو اخدنا ده وحطيناه تاني وحاولنا نشيل الزيادات دي تاني هلاقيه عمل ديكود تاني بكلمه بيلود كذا ونفس السترنج. معناه ان السترنج ده معمول له انكود اكتر من مره باستخدام البيسك 64. فانا كده فهمت ان انا اول حاجه محتاج اشيل اليو ار ال انكود وبعدين اعمل ديكود البيسك 64 واشيل الزيادات. طبعا ده شكلها معضله كبيره كده. لا ابدا فور لوب هتحل المشكله كلها. الاول انا ممكن اعمل فانكشن بتعمل ديكود اليو ار ال. ممكن حتى اسال جوجل اقول له باش يو ار ال ديكود الاقي ممكن فانكشن بتعمل الحاجه دي حاجه زي دي مثلا. لو عرفت فانكشن زي دي واستدعيتها ودي لها اي حاجه تعمل لها يو ار ال ديكود. بس عشان ده سترنج كبير جدا فانا حاجه زي دي مش هتنفع معايا. لو جينا كتبنا بيز 64 اكزامبل عشان اشوف شكله عامل ازاي. خدنا اي حاجة هنا عشان نعملها انكود هلاقي عبارة عن احرف كده واخرها يساوي. طب انا فين اللي يساوي عندي في الشكل ده؟ خلينا نشوف تيل. التيل بالشكل ده. تعال ناخد التيل ونكتب على جوجل url decode واشوف ده بيساوي ايه. هلاقي فعلا اخره يساوي يساوي. انما الزيرو ايه هي زي نيو لاين كده. فانا ممكن اعمل حركه بسيطه هقول له سيد اللي بتعمل احلال للحاجه هيبدل لي ايه. عايزك تبدل لي كل علامه في الميه 0 a بدلها لي بايه؟ بولا حاجه. انا عايزك تشيل لي النيو لاين دي كلها يعني معمول لها انكود من كل حاجه عندك. وسيد تاني لاس عايزك تشيل لي البرسنت 3 دي شيل الكلام ده وحط لي مكانها يساوي. اقول له انتر بقى عندي بيور بيس 64 اقدر اعمل له ديكود. هناخد ده ونسجله عندنا. ستيب 2 خلينا حتى نقسمها على مرحلتين. المرحله الاولى هنشيل النيو لاين ونطلع البيس 64 لاوت 2. المرحله الثانيه نعمل كات للاوت 2 ده ونشيل منه اليو ار ال انكود ونطلعه مثلا على اوت 3. المرحله الثالثه عندنا بقى نعمل ايه؟ نعمل بيس 64 ديكود للسترنج ده كله. كلير. انا اخد الاول الاوتبوت ده ناخد الاوتبوت التاني. لو جربت اعمل كات اوت 3 بايب لبيز 64 داش دي هيعمل ديكود فعلا الكلام ده. لو ضغطت اعمل ليس حتى انا شغله على طول خلينا نبدا السينتاكس. عملنا نانو الاوت 3 ده هلاقي في نيو لاين زياده هنا. طب هنجرب نشيله كده نشوف هتشتغل ولا لا. فعلا اشتغل. بغض النظر على الانفاليد انبوت اللي في الاول دي هلاقي فيها حاجات هنا انا مش عايزها زي نيو لاين بتظهر لي. نشوف ايه تاني. لو عملنا مثلا ليس مش شايفين حاجه كده خلينا نريدايركت احسن على 1st.txt. نعمل بقى كات 1st.txt نعمله ليس كده اوضح. هلاقي فعلا ظهر لي الديكود اللي انا كنت مستنيه. طب انا كل مره محتاج اعمل فيها ديكود محتاج اشيل الزيادات دي اللي هي البدايه اللي هي كده. ناخد مثال كده يعني منها هنشيل دول عشان يطلع لنا بيور بيسك 64 عايز يعمل له ديكود ونشيل نيو لاين كمان ونشيل كمان. لما دي ابتدت بكده معناها ان هي تنتهي حاجه زي كده. ممكن نشيلها وما نشيلهاش على حسب نشوف اصلا هي موجوده ولا لا. نعمل تيل لا مش موجوده. فتعالوا نعمل سكريبت يديكود الكلام ده ويشيل الزيادات اللي هي البدايه والنيو لاين. نانو سكريبت دوت اس اتش ده الزياده اللي عايزين نشيلها. بين باش الاول هنعمل فور لوب كم مره هيعمل فيها ديكود. فور اي ان من 0 لحد 40 مثلا. دو يعمل سترينج الفايل اللي اسمه اوت كان اوت 3 خلينا حتى نعيد تسميته سي بي اوت 3 مثلا فلاج 0. نرجع تاني للسكريبت هيعرض فلاج 0 ده يعمل له
بيز 64 داش دي ديكود بيودي الاوتبوت على مثلا فلاج اندرسكول دي دي معمول له ديكود دي يعني عشان دول يشتغلوا في الفور لوب. واقول له هنا دولار اي عشان كل مره يغير اسم الملف, وهنا دولار اي كده كده يبدا بزيرو الفايل اللي عندنا. بعد ما يعمل له كده, بعد ما اعمل له ديكود, عارفين ان هيظهر عندنا ايه زيادات عايزين نشيلها من الفايل الجديد. فاقول له سترينجز تاني على فلاج اندرسكول دي دي المره دي اللي هو معمول له ديكودد, تعمل لي ليه ايه سيد الكلام ده بدله لي بولا حاجه يعني عشان يشيله. اقول له تاني ايه سيد اس اس, هتشيل ايه بقى, هتشيل المره دي الباك سلاش ان, حط مكانها ايه ولا حاجه, بس عشان الباك سلاش تتحط زي ما هي فحط كمان باك سلاش قبليها عشان يفهم ان ده كده لازم يبقى زي ما هو. حط في الاخر جي واعمل ريدايركت على ايه بقى, على فلاج دولار اي بلس 1, هيسمي الملف الجديد لو هنا هيبقى بزيرو هنا هيبقى بواحد عشان المرة الجاية يبدأ يشتغل عليه يعمل له ديكود تاني, مش يفضل يعمل ديكود اللي هو رقم زيرو, لأ كل مرة يسمي الملف اسم جديد ويعمل له ديكود ويخزن فيه. لو خلص قول له دان, وعشان اعرف الفلاج ظهر ولا لأ ممكن احط هنا برضو شرط if اعمل substitution لجريب كلمة فلاج من الفايل اللي اسمه ايه فلاج دولار اي, لو القيمة دي بترو يعني لو لقى كلمة فلاج في الفايل اللي عمال بيعمله ديكود ده, then echo flag founded in اطبع لي اسم الفايل يبقى فلاج اي, وكمان يعمل كات لفلاج اي ده عشان يعرض لي فلاج نفسه. else يعني لو مفيش فلاج بقى يقعد يعمل ايه ديكود تاني للفايل تاني. هعمل فور لوب هيعمل ديكود مثلا على سبيل المثال من 0 لحد 40 لان احنا شايفين السترنج طويل قوي, وبعدين هيسال شرط, بعدين هقول له دو, يعمل ايه بقى, يسال شرط الاولاني, يسال هل الملف اللي اسمه فايل 0 مثلا هيبدا ب 0 في كلمه فلاج, والله لو في كلمه فلاج قلنا ان احنا لقينا الفلاج وبعدين اطبعه لي. غير كده اعمل ايه, اعمل سترنج هتعرض الفايل ده وتعمله بيز 64 ديكود وتخزنه في فايل جديد اسمه ديكودد, الفايل ده اللي هيكون فيه الزيادات. بعد كده اعمل ايه, هعرض الفايل اللي فيه الزيادات ده, المفروض ده يكون اي, بعد ما اعرض الفايل اللي فيه الزيادات هشيل الزيادات اللي انا شايفها دي واشيل نيو لاين واسمي الفايل بقى ايه بفلاج اللي هو المفروض هيبقى هنا زيرو المفروض يبقى بواحد, او باي اللي هتبقى بزيرو زائد واحد هيبقى بواحد. فبقى عندي فايل جديد في البيور بيز 64 عشان تعمل له تاني ديكود من تاني وتبدا الجوله زي ما كده. نعمل اكزيت ونرن script.sh في ايرور بسيط نسينا نحط له هنا دولار, اقول له سيف ارن تاني نسينا نحط دون تقريبا, لا احنا فتحنا الاف اي ونسينا نقفلها يبقى هنا اف اي. بسم الله فعلا كده بدأ يشتغل في الاخر طبع لي الفلاج, وبكده نكون حلينا التشالنج ده وجبنا الفلاج الخاص بيه. نقطة حابب اوضحها على السريع برضو, لو جينا عملنا من الاول, طبعا نمسح الكلام ده, لو جينا عملنا من الاول كات لملف الداتا ده لان احنا استخدمنا تي سي بي دمب, طب لو انا عايز اعمله مثلا بكات اعمل ليس الاول عشان ما ينقلش الدنيا هنا, هلاقي ظهر لي اللي مش قادر يقراه ظهره لي هنا, ده طبعا شكل انا مش حابه. طب ممكن استخدم سترينجز يعرض لي كل الاسكي الخاص بالفايل ده, هلاقي فعلا ظبطها شوية مع ان في حاجات جربش هنا بس نوعا ما مقبولة, لكن هتلاقي ان في عندك نيو لاينز هنا بسبب باكيت مش كامله. فعشان كده انا فضلت ان انا استخدم التي سي بي دمب عن الطرق التقليديه دي. وبكده نكون انتهينا من الدي جي اي فورنزيك تشالنج. ناخد بقى مراجعه سريعه كده, في الاول بدانا بالباش وشفنا مقدمه عنها وليه انا بتعلم حاجه زي الباش دي, واكبر دليل المثالين اللي لسه شايفينهم دلوقتي, شفنا الاستيتمنت والجمل الشرطيه ازاي بتشتغل, وهضيف حتى ليكوا زي ما اتفقنا اللينكس اللي انا قلت عليها زي دي كده, لو محتاج تعمل اي حاجه تسال على فايل اذا كان موجود ولا لا او دايركتوري, كل ده تقدر تعمله بالستيتمنت. وشفنا السينتاكس الخاص بيها, بعدين اتنقلنا على لوجيكال اوبريشنز, شفنا الاند اند اور وقد ايه هي مهمه مع الاف والستيتمنتس, وبعدين اتنقلنا على اللوبس, شفنا قد ايه بتوفر وقت على الواحد لو بيحاول يعمل تاسك معين زي اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي. تخيل انت لو بتعمل ديكود بايدك 40 مره, شوف هتاخد منك وقت قد ايه. انا ما عملتش اي حاجه, انا بس فهمت انا عايز اعمل ايه, كتبت السكريبت اللي يعمل ده وشغلته بس, وطلع لي في الاخر الفلاج. تاسك زي ده لو بتعمله مانوال ممكن حرفيا ياخد منك 6 ساعات كده على الاقل, انك عشان تاخد اصلا كوبي سترنج بحجم 30 ميجا ده فعلا حجم كبير جدا. بعد كده شفنا الفانكشنز ازاي بنعمل لها كول ونبصي لها ارجيومنت, واخيرا شفنا الاكزامبلز وده الاكسرسايز وده الاكسرسايز على الميديو الخامس. كل المطلوب منك تطبق اللي انا عملته بالظبط, تعيد تجميع الحاجات كلها مع بعضها وتعمل السكريبت ستوب فايندر الخاص بيك بحيث انه يشتغل على اي دومين بتبصهوله, حل المشاكل بقى اللي بتظهر لك الايرورز, ما تخليهوش كاستمايز على دومين معين, لا يشتغل على اي دومين تديهوله.